هذه الإطلالة يمكن لزوار حديقة مطعم وفندق هيرش غرب بحيرة كونستانس التمتع بها. منذ عام 1821 تدير عائلة هذا المكان وهي اليوم في الجيل السابع. الطاهي ماركوس ماركس يعد لمجلة يوروماكس شرائح لحم العاجل مع الهليون ومعكرونة نبات القراص الذي يجمعه من حديقة المطعم الخاصة بقفازات طبعاً تجنباً لوخزاته عند لمسه قبل الطهي. يمكن تجفيفه كالشاي وهو مفيد لتكوين الدم، كما أن فيه الكثير من الحديد ويحتوي على العديد من الفيتامينات كفيتامين A وفيتامين C، وطعمه بعد الطهي يشبه السبانخ. إلى جانب الخراص وشرائح لحم العجل يحتاج ماركوس مارك لتحضير وجبته هليونا طازجا يحضره كسائر المنتجات من مزارعين محليين خلال موسم الهليون والذي يستمر حتى نهاية يونيو. الهليون الأصلي بنظري هو الهليون الأخضر والذي لا يزال منتشرا في أوروبا على نطاق واسع جدا، في حين نجد الهليون الأبيض مرغوب أكثر في ألمانيا. إنه ببساطة نبات لذيذ وطري في أوقات الربيع. في المطبخ يقوم الطاهي ماركوس مارك أولا بغسل نبات القراص جيدا بالماء الساخن، طحين، ملح وبيض، تخفق جميعها مع القراص لتصبح كتلة واحدة، تعجن بعدها جيدا بالزيت، تترك في البراد لمدة ساعة. ومن يرغب بتحضير عجينة المعكرونة بنفسه يمكنه تجربة ذلك. يمكنني تحضير معكرونة القراص بطرق مختلفة، كأن أضيف لها شمندر أو أعشاب أخرى مختلفة، وهذا ما يسمح بتنوع غني فعلا. يضاف إلى ماء طهي الهليون الزبدة والسكر لاكتساب المذاق الحلو. وهناك أمر آخر مهم، نهاية القطعة تكون متخشبة ولا نريدها، هذا أولا. وثانيا، لدينا سبب آخر بسيط وهو أن يكون لقطع الهليون الطول نفسه. أنا أنصح بعدم رمي هذه النهايات، إذ يمكن تحضير حساء كريم الهليون منها. تربة قطع الهليون بخيوط كتان وتوضع من 6 إلى 8 دقائق في ماء مغلي. أثناء ذلك يتم إخراج عجينة المعكرونة من البراد. تقطع إلى شرائح كالخبز ليتم ترقيقها بعد ذلك إما بالآلة أو يدويا. يرش عليها قليل من الطحين وتقطع إلى شرائط رقيقة لتسلق بعدها في الماء الساخن. والآن تتبل شرائح لحم العجل بالفلفل والملح، ثم تقلب الزبدة لتوضع بعدها في الفرن. درجة حرارة الفرن تكون عادة ما بين 100 و120 درجة مئوية ليحافظ اللحم بذلك على ليونته فليصبح قاسيا ولا جافا. لتغليف اللحم بالأعشاب يتم تحضير البقدونس وإكليل الجبل. يقوم ماركوس مارك أولا بقلي شرائح لحم العجل مع الزعتر ويسكب فوقها الزبدة الساخنة عدة مرات، ثم يضع اللحم ويقلبه فوق ما تبقى من الأعشاب. وهكذا انتهى إعداد وجبة شرائح لحم العجل المغلفة بالأعشاب مع الهليون ومعكرونة نبات القراص، ويقدم معها مشروبات شهية. هنا في مطعم هيرشن ذو الإطلالة الرائعة على بحيرة كونستانس.